طيب أروح مع حضرتك لمانشيت آخر خاص بأزمة سد النهضة. رسالة من السيسي لرئيس كينيا حول مفاوضات سد النهضة. التقى وزير الخارجية سامح شكري أمس رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، وذلك في مستهل الجولة الأفريقية التي يقوم بها العدد من الدول الأفريقية الشقيقة، حاملا رسائل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأشقائه الرئساء والقادة. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري سلم خلال اللقاء الرسالة الموجهة من جانب الرئيس السيسي إلى شقيقه الرئيس رئيس كينيا بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، أخذا في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الأفريقية في العديد من المجالات وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن متمثلة عن القارة الأفريقية. صحيح. بداية أستاذ رعين خليني أطمن بس السادة المشاهدين، أنا عايزاهم يبقوا مطمنين جدا أن الدولة المصرية هتاخد القرار المناسب في التوقيت المناسب. والحقيقة أن احنا بنثني على كل المجهودات اللي بتقام سواء من وزارة الخارجية أو من الدولة المصرية، والحقيقة أن معالي الوزير وزير الخارجية سامح شكري بيعمل حشد دبلوماسي رائع جدا على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العالمي سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. خليني أوضح نقطة بس، طبعا إحنا نعلم أنه آخر حدث أنه في مفاوضات كينشاسا لم يتم التوصل إلى أي شيء وانتهت المفاوضات وباءت بالفشل، وده بسبب تعنت الجانب الإثيوبي وكلنا صحيح. نعلم هذا الموضوع. حقيقة أنه الجانب الإثيوبي مصمم على وساطة الاتحاد الإفريقي فقط. السودان ومصر اقترحا أنه هو يكون في وساطة رباعية من الأمم المتحدة الولايات المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ولكن الجانب الإثيوبي مصمم تصميم شديد جدا على ألا يترك أو أن يكون الطرف الوحيد هو المنوط باحتضان المفاوضات هو الاتحاد الإفريقي. والحقيقة أنا شايفة أن هناك رسالة خبيثة من وراء هذا التعنت وهذا التصميم على أن يكون الاتحاد الإفريقي هو الراعي الوحيد للمفاوضات، وده لأن يبدو على أن الإثيوبيين يقتنعون أن الاتحاد الإفريقي له وتيرة بطيئة وأن الأفارقة لهم وتيرة بطيئة، وطبعا هم دائما يسعون لكسب الوقت، فعشان كده هم متشبثين بوساطة الاتحاد الإفريقي لكي يكسبوا الوقت طبعا اللازم لبناء الخرسانة وتعلية السد، لأن احنا طبعا منذ أيام قليلة عارفين أنه تم تكثيف الممر الأوسط في السد وتعلية أو بدء صب الخرسانة تمهيدا للملء الثاني اللي هو هيكون أكثر من 18.5 مليار متر مكعب، وده بعد الملء الأول اللي كان 5 مليار متر مكعب. فالتشبث وتصميم الجانب الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي فقط ما هو إلا لكسب الوقت، لأنهم يعلمون جيدا أن سلوك الأفارقة في التفاوض هو يسير بوتيرة بطيئة جدا. طيب إيه اللي ما يخوفناش أو إيه اللي مصر بتسعى فيه أو إيه إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ لازم المشاهد يكون عارف الحقيقة أن إحنا دلوقتي في الخطوات الدبلوماسية والخطوات القانونية، بمعنى أن الدولة المصرية قدمت الملف أو قدمت ملخص المفاوضات الذي حدث إلى مجلس الأمن، وطبعا نعلم أن تونس هي الدولة العربية الموجودة بصفة غير دائمة الآن في مجلس الأمن، وده طبعا هيكون شيء أو كارت في صالحنا. الشيء الآخر أن احنا طبعا من حقنا دلوقتي أن احنا نلتجأ أو نلجأ إلى محكمة العدل الدولية، لأنه بيتوفر اثنين من الكراتيريا أو اثنين من المعايير اللي بتؤجج أو بتعضد موقفنا أمام محكمة العدل الدولية، وهو أن هناك شيء بيهدد السلم والأمن في القارة الأفريقية وبيهدد وجود طبعا مصر والسودان، لأنه بالمناسبة السودان مش بعيدة أبدا عن الخطر، وحسب التصريحات اللي صدر من وزارة الري السودانية قالت أن هناك 20 مليون مواطن سوداني مهددين بالموت أو مهددين حياتهم مهددة بسبب تشغيل سد النهضة، لأنه بالمناسبة لا يتم التنسيق أبدا ما بين إثيوبيا والسودان، والسودان علمت ذلك أو جربت أنه ما فيش تنسيق ما بينها وما بين إثيوبيا عندما تم فتح البوابات هناك وحصل بعض من عكارة في المية في السودان، ولما سأل الجانب السوداني إثيوبيا ماذا حدث تم نفي أي شيء، ولكن في الواقع كان هناك تجربة وفتح البوابات اللي أدت إلى عكارة الماء. فمنذ هذا الموقف والسودان تعلم جيدا أن إثيوبيا لن يكون هناك تنسيقا ما بين إثيوبيا والسودان، ولذا طبعا السودان ومصر هما موقف واحد، ودلوقتي بيتم زي ما قلت لحضرتك حشد دبلوماسي والاتجاه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولي. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على تحليلك الصحفي الأكثر من رائع. بشكرك جدا دكتورة مريان جرجس الكاتبة الصحفية، بشكرك على وجودك معنا. شكرا لك يا دكتور. شكرا.